المباراة ديال المباراة السودانية كما كيعرف الجميع المباراة الأولى تكون في اليوم كأس العالم هي هذه المباراة اللي تعرف راه في الواقع كنتمنى من الشعب المغربي والجماهير المغربية أنهم يساندوا اللاعبين ونديروا التشكيل إن شاء الله لأن ما بقى والو الآن ثلاث شهور إن شاء الله لكأس كأس العالم الكل كيطمح أنه يهربوا على الوطن مزيان ونتمنى إن شاء الله أننا في المباراة نقدموا مباريات مزيانه ونوجدوا المباريات الجايه ان شاء الله لان من هنا لسبتمبر كاين عندنا ماتش وان شاء الله اننا نكونوا واقفين ديك الساعه ان شاء الله نمثلوا المغرب احسن تمثيل. شكرا.